من الحالة الجوية نروح للحالة المرورية ونرصد معاكم بقى من خلال تطبيق جوجل مابس ونشوف أخبار الطريق إيه، حركة الطريق من طريق صلاح سالم العروبة باتجاه كوبري أكتوبر أسفل الكوبري، كمان بنشوفه معاكم حتى الكثافات في صلاح سالم. لا يعني انا كنت هقول لكم الكثافات في صلاح سالم اسفل كوبري اكتوبر، الكثافات على اجزاء متقطعه، لكن اسفل كوبري اكتوبر بالفعل في كثافات عاليه بامتداد صلاح سالم اسفل الكوبري وانت رايح على نفق الازهر. اعلى كوبري اكتوبر بالاتجاهين في كثافات متوسطه الى عاليه خاصه في منتصف الكوبري رمسيس تحت، احنا شايفين في بدايته من عند مصر الجديدة والعباسية في كثافات عالية إلى متوسطة، والسائد أكتر هي الكثافات العالية. الدائري يا جماعة خدوا الدائري ده من الحاجات طبعا اللي هي إيه بتستوعب كم مروري كبير جدا. بنشوف معاكم المحور، شفنا معاكم كورنيش ماسبيرو كورنيش الدقي رايقين لحد دلوقتي، محور 26 يوليو بالاتجاه في ميدان إلى ميدان لبنان في كثافات عالية إلى متوسطة، والسائد أكتر اللون النبيتي والأحمر، اللون النبيتي يعني كثافات عالية يعني ازدحام، ده اللي احنا دايما بنقول نخلي بالنا في التوقيتات دي، هي ساعة الذروة الصباحية والأفضل بالنسبة لنا إن احنا يا إما ناخد الطريق البديل يا إما ننزل بدري حبتين، وده بيكون هي النصيحة الذهبية في التوقيت ده اللي هو ساعة الذروة الصباحية. وعايز أقول لحضراتكم برضو إن وزارة النقل أعلنت فتح نزلة طريق الإسكندرية الزراعي، دي نزلة أليوب من الطريق الدائري بعد إنشاء نزلة جديدة من خلال الهيئة العامة للطرق، وتم فتح نزلة الطريق الزراعي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وانتهت وزارة النقل من جميع الحلول المستجدة لتسهيل حركة تنقل المواطنين على الطريق الدائري، من بينها تقاطع الطريق الدائري مع طريق مصر اسكندرية الزراعي، وده ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري. عايز أقول لحضراتكم برضو وإحنا دلوقتي بنتكلم على الطريق الدائري، الأسبوع اللي فات كنا بنشهد جولة سيادة الرئيس في متابعته ولو تفقده اللي احنا بالنسبة لنا احنا هو بقى تقليد أسبوع، احنا بنتابع الرئيس النهارده بيروح فين، بنشوف المشروعات الجديدة أو بنشوف حتى الـ يعني بالنسبة له الجولات التفقدية. فالأسبوع اللي فات سيادة الرئيس كان بيتكلم على الطرق البديلة لطريق محوري زي طريق الدائري، فكان بيتكلم هنا إنه في طرق موازية هتبقى موجودة في الأيام القادمة، وده اللي احنا يعني ايه منتظرينه بكل يعني عارفين ايه اشتياق، لأنه خاصة الطرق دي خاصة في الفترات الذروة الصباحية والمسائية بتكون عليها ازدحام شديد جدا، حتى بعد ما في طرق جديدة اتعملت إلا ان احنا برضو محتاجين للمزيد، لأنه كمان احنا عارفين بالنسبة لنا الساعة السكانية بتزيد في ارتفاع، ولذلك عندنا الحمد لله مطمنين ان في رؤية استشرافية للقادم.